عناصر الأسد هناك. أحد الأبنية على ما يبدو قد اشتعل بسبب قصف كدائب الأسد المستمر على هذه المنطقة. داخل مطار الضبع العسكري الذي تم تحريره على أيدي الثوار في ليلة أمس وصباح هذا اليوم. يتم قصف هذا المطار الآن بقذائف الهاون وبالصواريخ وبصواريخ طيران الحربي كعمليات انتقام من الثوار الذين سيطروا على كل هذه المساحة الواسعة، مساحة كبيرة جدا لهذا المطار في كل الجهات. هذا مشهد عام الآن هنا، يظهر لنا المطار ككل، يظهر لنا الأماكن تواجد الدشم أو السواتر الترابية التي كانت تحتمي بها عناصر الأسد. هناك أحد الأبنية على ما يبدو قد اشتعل بسبب قصف كدائب الأسد المستمر على هذه المنطقة. سننطلق الآن إلى بقية أقسام المطار لنشاهد الأقسام التي سيطر عليها الثوار. مطار الضبعة العسكري الذي تم تحريره على أيدي الثوار، عشرات الأبنية قام الثوار باحتلالها كما نشاهد وكما نرى. هناك أبنية كبيرة، هذا المطار مساحته كبيرة جدا، أشبه ما يكون بقرية صغيرة. طائرتان تم إعطابهم ومنعهم عن العمل. في المبنى الآخر هناك أيضا طائرتان حربيتان أخريتان تم إعطابهم عن العمل وتم منعهم. كما يقول الثوار هم لا يستطيعون أن يستخدموهم في هذه المرحلة، لذلك قاموا بتدميرهم من أجل عدم قصفهم. هنا أيضا طائرتان حربيتان قام الثوار بإعطابهم وبمنعهم عن العمل. مصير الطائرات أن تدمر على أيدي الثوار ويعود المطار إلى أهله الأصليين، إلى الثوار، إلى أهاليهم. تكبير الله أكبر. هذه البلوكوزات أو الهنجارات كانت تحوي على صواريخ كبيرة الحجم. استطاع الثوار إخلاء هذه البلوكوزات من الصواريخ كبيرة الحجم التي كانت تحتويها. الآن يقوم جيش النظام بقصف مطار الضبع العسكري بعد سيطرة الثوار الكاملة عليه وأحكام سيطرتهم عليه وسحب صواريخ كبيرة الحجم من هذه الأعداد من البلوكوزات أو من الهنجارات التي هي أو غالبيتها تحت الأرض. كيف استطاع الثوار أن يسيطروا على هذه المسافة الشاسعة رغم سلاحهم البسيط وسلاحهم المتواضع؟ لكن وحدة الثوار مع بعضهم أولا وتوفيق الله عز وجل هو الذي جعل هذا المطار يسقط بأيديهم. العسكري بعد سيطرة الثوار هذه أحد مدافع عيار 23 التي حصل عليها الثوار. استطاعوا أن يحصلوا على 12 مدفعا عيار 23 على الأقل، بالإضافة إلى مدافع من عيارات الخصم. نقوم الآن بتصويرها. هذا إحدى هذه الغنائم التي حصل عليها الثوار من مطار الضبع العسكري. هذه أيضا إحدى الدبابات BMB التي استطاع الثوار أن يغتنموها من مطار الضبعة العسكري. المرة الأولى يستطيع الثوار أن يحصلوا على مثل هذه المدافع، مدافع عيار 57. هذه المرة الأولى التي يحصل الثوار على 5 مدافع دفعة واحدة أثناء عمليات تحريرهم لمطار الضبعة العسكري.
هذه صواريخ كبيرة الحجم، استطاع الثوار أن يحصلوا على العشرات من هذه الصواريخ. طبعا هذه عينة للصواريخ كبيرة الحجم التي استطاع الثوار أن يحصلوا عليها. هم الآن يحاولون أو يدرسون كيفية الاستفادة. هنا أيضا مجموعة من الصواريخ التي استطاع الثوار أن يحصلوا عليها من مطار الضبعة العسكري. هنا عينات من هذه الصواريخ. هذه الصواريخ كانت ضمن الهنغارات التي داخل مطار الضبعة العسكري. مئات من الصواريخ أو عشرات من الصواريخ استطاع الثوار أن يحصلوا عليها في هذه الصناديق. قام الثوار بتفريقها إلى عدة أماكن بسبب خطورة وبسبب القصف المستمر على المنطقة، خوفا من سقوط قذائف على هذه المنطقة. قاموا بتفريقها ووضعها في أماكن مختلفة. هذا مدفع آخر عيار 57، استطاع الثوار أن يحصلوا على 5 مدافع عيار 57 و12 مدفعا عيار 23. هذه المرة الأولى التي يحصل فيها الثوار في القصير على مدافع عيار 57. مجموعة جديدة من الصواريخ هنا في هذا المكان، صواريخ كبيرة الحجم استطاع الثوار استخراجها من مطار الضبعة العسكري. كما قلنا الثوار اضطروا لأن يضعوا هذه الصواريخ في أماكن متفرقة خوفا من القذائف التي تسقط. هذا أحد مدافع عيار 23، استطاع الثوار أن يحصلوا على 12 مدفعا عيار 23 على الأقل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. هذه مجموعة جديدة أيضا من الغنائم التي استطاع الثوار أن يحصلوا عليها. أعداد ضخمة من الصواريخ، مئات الصواريخ استطاع الحصول عليها. كما ذكرنا اضطر الثوار لأن يفرقوا هذه الصواريخ وأن يضعوها في أماكن مختلفة بسبب استهداف النظام لمواقع الثوار بالقذائف، وبالتالي قد تنفجر هذه الصواريخ. يحاول الثوار الآن البحث عن طريقة يستفيد منها من هذه الصواريخ. بس ركز على الأرقام والنوع. صور ان شاء الله.